دول ابطال خمسه فوق وخمسه تحت. اما بطل اوسكار هو قصر الكلام فهو رجل هارب. بطل اوسكار قصر الكلام النهارده هو السياسي الهارب ايمن نور. ايمن نور قال ايه؟ قال ايه؟ اسمعها دي ويضحك. قال لك هيدشن حمله اسمها يناير يجمعنا. وقال لك ان احنا بنعمل هذه الحمله قبل اسابيع من ذكرى 25 يناير عشان تضم الاخوان وحلفائها. يعني حتى وانت بتفكر تفكير خايب زي ده تقعدوا تنتقدوا المسؤولين والوزراء ان هو بيفكروا متاخر وفي اخر لحظه. انت حتى وانت معارض خايب. طب انت عاوز تعمل يناير يا جماعه نعملها من 6 شهور عشان تلحق تلم ناس. جاي تعملها بتلم في اخر اسبوعين. عامل زي التاجر الخايب اللي هو انا مش موجود يا جماعه على الساحه، انا مش عارف اعمل ايه. فيفتش في الفتره القديمه. الحمله دي بدات طبعا من اسطنبول طبعا طبعا، والدكتور ايمن نور كان واقف كده في النص وقال لك هنعمل جولات جديده برضو علشان نحرر ضد النظام المصري في الخارج. طب انت عاوز يناير يا جماعه، يناير ده كان جامع كل المصريين، لكن انت عاوز تحرض على مصر نفسها. وبعدين يناير يا جماعه ده كان جامع كل المصريين في ميدان التحرير. انت عاوز تجمعهم في اسطنبول ولا فين؟ ولا في دوحه ولا في تقسيم ولا في انهي حته؟ ايمن نور طبعا يا جماعه بيرقص اليومين دول على حبل الود مع الاخوان علشان ما يخسرش السبوبه. عاوز اقول لكم ان الاخوان نفسهم في طيارات وفصائل كتير جدا وقنوات من الاخوان طول الوقت نازلين اتهامات لايمن نور بالسرقه والاختلاس ونهب اموال قناه الشرق الاخوانيه. فاذا كان هم شايفينك لص وناهب وحرامي، عاوز الناس ازاي بتوع يناير يشوفوك رمز يجتمعوا حوله عشان يناير يجمعنا. يناير يجمع اهل البلد، يجمع الناس الشرفة، يجمع الناس اللي عندها احلام، مش يجمع الناس اللي بتجري ورا اي حد معاه فلوس او اي حد معاه قوه. انت فاكر ان حضرتك كده لما تقف في اسطنبول وتحرض على مصر تبقى راجل وطني وخايف على البلد؟ يا راجل اللي معترض على حاجه يفضل ويرجع ويواجه. اما شغل التلقيح وكلام الاوهام والترويج ان مصر وحشه جدا ده ما يصدروش ولا يعملوا الا واحد جبان. ارض المعركه هنا، لو عندك معركه يعني انزل وشوف هتعمل فيها ايه. انت سافرت من غير اي حاجه، طلعت هربان ولما هربت لسانك طلع. ده ايمن نور يستحق اوسكار قصر الكلام.